السلام عليكم. قبل ما نكملو في لا بارتي ديال الانترفاس دادمنستراسيون ديال الكلاود ازور، بغيت نشوف معاكم نوريكم واحد الحاجه حيت اللي غتنفعنا في لا كرياسيون ديال لي في ام ديالنا. ملي غنكريو اون ماشين فيرتوال اوتوماتيكمون غادي يسولنا واحد الاسئله، يقول لنا شنو هي لا سايز ديال هاد الفي ام، شنو لا تاي ديالها. لا تاي ديالها في الكلاود كاين 6 ديال الانواع، كاين جينيرال اوبتيميزي بور لو كالكول، ميموار اوبتيميزي، اوبتيميزي بور لو ستوكاج، جي بي يو، كالكول اوت بيرفورمانس. شنو الفرق بيناتهم؟ ملي كتكري واحد لا ماشين فيرتوال كتعطيها اون تاي، مثلا اللي عطيناها هاد لا تاي ديال في هاد التاي ديال جينيرال، يعني تتقول ليه راني باغي نكري واحد لا ماشين فيرتوال اللي غتصلح ليا غير بور لو تيست اي ديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون. غنديفلوبي مثلا اون ابليكاسيون، ولا غندير فيها واحد لا بتيت باز دو دوني، ولا موين باز دو دوني، ولا غندير فيها واحد لو سيت ويب اللي فيه واحد لو ترافيك عادي او لا ترافيك فيابل. هادشي علاش تقدر تصلح ليها هاد لي تاي هادو. مثلا هاد لا تاي مثلا اختارينا مثلا دي في 3 ولا دي ا اس في 3، كل وحده عندها معنى. مثلا كيقول لك راه هاد دي في 3 غتعطيك لا بوسيبيليتي ديال دو سي بي يو، مثلا غتعطيك 8 جيجا في لا رام، وغتعطيك واحد لو سي بي يو من واحد لو تيب وعنده واحد لا فيتاس. نشوفوا مثلا نديروا هاد دي في 3 مثلا، ونشوفوا في لو سيت ديال مايكروسوفت، ندخلوا لو سيت مايكروسوفت ونديروا دي في 3. هنا تيقول لك هاد هنا تيقول لك هاد دي في 3، لا سيري دي في 3 بو الي جوسكا 3.5 جيجا هرتز. لا تاي دي ماشين فيرتويل هنا تيقول لك لو بروسيسور اللي كيخدمو به، تيخدمو بهاد انتل كزيون وها لا ريفيرونس ديالو، و تيخدمو حتى بهادو انتل توربو بوست تكنولوجي 2.0. و تيقول لك راه يقدروا يوصلوا حتى 3.5 جيجا هرتز لا فيتاس ديال لو بروسيسور. اوفر اون كومبينيزون بيسونت دو بروسيسور ميموار ديسك لوكال ادابتي على بلو بار دي شارج دو ترافاي دو برودكسيون. كيقدر يخدم لك حتى في لا برودكسيون. دونك نشوفو شي حاجه اخرى عاوتاني، لي ديسك ستوكاج. دونك هنايا هو يوزاج جينيرال دي في 3، تيقول لك راسيو يو سي ميموار اكيليبري. نوتر فامي دي في 3 اي لا ديرنيير جينيراسيون دو ماشين فيرتوال à usage général, il est approprié pour une large éventail de charges de travail. Donc, on a maintenant, tu vois, D2 V3, il y a deux CPU, deux virtuels CPU, ou 8 Go de la RAM, 8 Go de la RAM, ou le prix de la coule ça, ça va passer là, ça va être 30 euros, la coule ça. Il a dit, maintenant, il y a le type EV3, ها هو لي كاركتيرستيك ديالو، فيه دو فيرتوال سي بي يو و 16 جيجا في لا رام. الى خدينا مثلا هذا اف اس في 2، نشوفوا هذا اف اس في 2 في لو طابلو اللي عندي هنايا فين كاين اف اس في 2. ها هو اف اس في 2 كاين في اوبتيميزي بور لو كالكول، يعني هذا مزيان فيه واحد المواصفات زايده شي شويه بارابور لهذا في الكالكول، يعني عنده لو بروسيسور رابيد. هذا مثلا هاد ميموار اوبتيميزي، هذا يصلح كيصلح لينا مثلا الا كان عندك اون ابليكاسيون ولا اون ماشين فيرتوال اللي غدير مثلا واحد التحليل ديال البيانات، عندك دي دوني غادي تحللهم دير لهم لاناليز اكسيتيرا، يصلح ليهم هذا. مثلا هاد ال اس في 2 هنا على حسب ما تيقولوا يصلح ليك الستوكاج، الباك اب، البيك داتا، اللي عندك شي حاجه ديال الداتا مارت، ال ال تي او اكسيتيرا، هادشي الناس ديال البي اي، وهادشي خدم ليهم هاد لو تيب هذا. ملي كري ماشين فيرتوال ديالو يختار هذا، وخاصو يشوف اين ريجيون كاين هذا، فين متوفر. مثلا يقدر يلقاه في لي زيتازوني، في لا ريجيون ديال لي زيتازوني، ولكن ما يلقاهش في افريقيا، يقدر يلقاه في اسيا وما يلقاهش. خاصو يختار لا ريجيون ويشوف هو واش بغا هو لا ماشين فيرتوال ديالو تكريا في ان راك، في واحد داتا سنتر، في واحد لا زون، في واحد لا ريجيون. خاصو يشوف واش متوفره فيها هاد لا تاي هادي، هاد لو تيب هذا. بالنسبه لهادي هادي بالنسبه تصلح الناس اللي كيديروا داكشي ديال ديزاين، اللي كيديروا داكشي الجرافيك، شي حاجه عندها شي حاجه المونتاج فيديو، يعني شي حاجه كتحتاج
الجرافيك بزاف يعني دي كاركتيرستيك باش يخدموا قصص وفي الناس اللي يلعبوا في لي جو مثلا هادي لا كالكول او بيرفورمانس يعني كتحتاج واحد لو نومبر دو سي بي يو كبير واحد لو نومبر دو ميموار كبير كتحتاج واحد لو ديبي دو ترانسفير في لا كارت ريزو يكون كبير مثلا 1 جيجا ولا 10 جيجا ولا شوف على حسب البلاد ولا حسب لا فيتاس اللي عندهم متوفرة دونك هادو هما لي تيب او ديال لي سايز اللي عندنا لي تاي ديال لي ماشين فيرتوال كاين حاجة اخرى عاوتاني هو لو تيب ديال لي ديسك مايكروسوفت في ازور عندهم تقريبا هنايا هادو اربعة ديال انواع ديال لي ديسك عندهم ستاندر هارد ديسك درايف كيف كتعرفوا قبل ما نهضروا في هذا الشيء من قبل كانوا عندنا دوك لي ديسك دايرين هو اللي عندهم لا كاركتيرستيك ديالهم هما الار بي ام مثلا نعطيو غير نبدا دابا باش الناس اللي كانوا قدام شي شويه يعرفوا الار بي ام هو لو نومبر دو تور بار مينوت نومبر دو تور هادو لي ديسك القدامين لي ديسك ديور القدام بار مينوت هنا باش كانوا كي كاركتيريزي بلو نومبر دو تور بار مينوت وكاين واحد العامل اخر هو لو ترونسفير يعني لو طو دو ترونسفير يعني الترونسفير ديالو بشحال كان الترونسفير ديال لي دوني ترونسفير دو دوني ترونسفير دي دوني دونك كاينين جوج عوامل لو ار بي ام في ان ديسك اللي كانوا دي ديسك دايرين مثلا اللي بداو في الاول كانوا لي ديسك جو بونس باتا والباتا عندهم واحد لو ار بي ام مثلا كاين اللي فيه 5400 وكاين اللي فيه 7200 اكسيتيرا وعاد كل مثلا ال 5400 عنده لو عنده الترانسفير دابا مثلا نديرو اي باتا عندو سيدي مثلا 5400 هادو الار بي ام ديالو وبالنسبة لي فيتيس ديال لو ترونسفير كانو بزاف ديال الاشكال كاين لي تيدير لو ترونسفير ب 66 ميجا هرتز وكاين لي كيدير لو ترونسفير ب 100 ميجا هرتز وكاين لي كيدير لو ترونسفير ب 133 مثلا ميجا هرتز دونك قلنا جوج ديال الحوايج اللي مهمين في لي ديسك لو نومبر الار بي ام لو نومبر دو تور بار مينوت و لو ترانسفير دو دوني بالنسبه مثلا هاد لو تيب ديال الباتا كان لو نومبر دو تور ديالو فيه 5400 وكان عنده حتى لو كان كاين حتى ديال 7200 وكل واحد فيهم عنده واحد لا فيتاس دو ترانسفير دو دوني من مور الباتا كان واقيلا خرج الساتا من مور الساتا عاوتاني الساتا ماشي الساتا المهم خرج سكازي و حتى هو عنده دي فيتيس من مور سكازي خرج الساس وقال سكازي جامور باتا المهم الساس هادو ديال لي ديسك من مور هاد الشيء جات اون نوفيل تكنولوجي من مور هاد الباتا والساتا والسكازي والساس خرجت اون نوفيل تكنولوجي اللي هي سوليد ستيت درايف يعني الاس اس دي من مور الاس اس دي راه خرجت اون تكنولوجي سميتها الان في ام ان في ام على حيت هاد الاس اس دي كان عنده مشكل ديال لي دوني اللي كان عنده واحد لانتيرفاس ساس يعني البرونشمون ديالو مع لا كارت مير كان واحد لو روتار ديال لو ترونسفير اللي جاي من الكابل الساتا اللي كان راكب فيه وباش حلوا المشكل جابوا داروا هاد التكنولوجي ديال ان في ام يعني كتعطيك واحد لا فيتاس يعني سي اون كارت بي سي اي عندها واحد لانتيفاس بي سي اي ديريكت يركب في السلوت في لا كارت مير
و الفرق ما بين هادو لي ديسك وهادو بحال قلتي دي شيبسات. دي شيبسات لي الكاركتيرستيك ديالهم هو تنقولوا له الاي او بي اس، يعني لا فيت، ماشي لا فيتاس مي الانبوت اوتبوت بير سكند، يعني ليكريتور او لا ليكتور بار سكوند، يعني هذا هو لا فيتاس ديالهم. وهنايا الان في ام اتش هذا هو لا ميم شوز، الانبوت والاوتبوت. مثلا نعطيو غير مثال بسيط، مثلا الاس اس دي ديال مثلا الانبوت اوتبوت مثلا ديال واحد لو ديسك سكازي، مثلا نديرو سكازي 7200 هو 75 ايو، 75 ايو مثلا. ها هو هذا واحد لو تيب اللي فيه اللي عنده الار بي ام ديالو 7200، الاي او ديالو هو 75، هو الاي او نقولو الاي او ديالو باش نوريكم غير الفرق ما بين لي ديسك اللي كانوا قدام، هذوك لي ديسك دايرين، وهادو لي شيبسات. الاس اس دي شوفوا دابا هنايا هاد لوكا ديال الهارد ديسك ستاندرد، شوفوا الاي او ديالو شحال، 2000، هذا فيه 75، وهذا يعني الانبوت اوتبوت 2000، يعني غتشوفوا الفرق شحال كاين. وهنا فيه لا طاي، مثلا نجيو الاس الاش هذا الهارد ديسك درايف ستاندر، هذا غير عادي، هذا غير هارد ديسك درايف عادي ماشي اس اس دي. هذا عنده 32 تيرا. الى جينا للاس اس دي كنشوفوا ان هنايا 6000 الايو، كاين اللي فيه 6000 وكاين اللي فيه 750. لو نومبر ماكسيمال دونتري سورتي بار سكوند هما الاي او بي اس، حيت هادي مترجمه بالفرنسي شويه مخربقه الترجمه. دونك اللي بغيتكم تفهموا، كاين الهارد ديسك درايف ستاندر العادي اتش دي دي عادي بريميوم، وكاين الاس اس دي الترا، هادو توب ديال لي ديسك اللي كاينين عند ازور، يعني عندهم واحد لو نومبر دايو، حيت لي ديسك جداد كيف قلنا تيتميزو بلو نومبر دايو، و عندهم لو نومبر دايو و لو ترانسفير دو دوني، لو ديبي دو ترانسفير دو دوني، لو نومبر دايو يعني لا ليكتور ولا كريتور، غادي يمشي يقرا يجيب لي لانفورماسيون ويكتب بالزربه، و لو ترانسفير دوني غيصيفط ليا من واحد لو ديسك لان اوتر ديسك بواحد لا فيتيس. دونك هادشي اللي بغيتكم تفهموا. وعندهم ها لي فيتيس ديالهم هنايا الايو ديالهم، وها لو ترانسفير لو ديبي دو ترانسفير، وها ليسباس ستوكاج، مثلا هذا 32 جي تيرا، 32 تيرا، 32 تيرا، هذا 65 تيرا. دونك الالترا اس اس دي فيه 32 65 تيرا، وكيصلح لي زابليكاسيون لي كي سون غورمون، لي كياكلو كي كونسومو بزاف لو ديسك، وكيغيو واحد لا فيتيس دونتري سورتي ديال لي دوني. دونك ما نطولش عليكم، نحبسو هنايا تنكملو ابخي. تنشكركم و تابوناو، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو الى استفدتو.